واحد بيقول عملي موجه بالتربية والتعليم، ووظيفتي تحتم علي أن أقوم بإظهار أخطاء المدرسين ومحاولة معالجتها والتحدث كثيرا عن هذه الأمور مع بعضهم البعض. هل تعتبر خطية؟ لا مش خطية. مسؤوليتك أنك تقدم تقريرا سليما عن الوضع الموجود، فما تقدرش تغش وتخفي العيوب وتظهر النقط الطيبة. افتكر مرة من المرات كان في مفتش اللي هو موجه، يعني لا يسموه موجه، زمان كان يسموه مفتش، فات على مدرس ولقى الطريقة بتاعته مش مظبوطة، فعمل له الآتي، قال له الظاهر لم يوجهك أحد إلا الطريقة السليمة للتدريس، أنت اتخرجت من ناحية التربية؟ قال له لا. قال له طيب أنا هخش المرة الجاية أدي الدرس بالطريقة السليمة وأنت تلقطها، وبعدين أخش لك في يوم تاني وأشوفك قدرت تلقط الطريقة السليمة وتعمل بها ولا لا، وعلى اليوم التاني ده هديك التقرير بتاعك، لأن مش ذنبك إنك أنت ما تعلمتش. في طبعا موجه بيكون موجه، وفي مفتش بيكون مفتش، زي زمان، زمان كان بيسموه مفتش، دلوقتي موجه، يعني يقول له إيه اللي يعمله، لكن كمان ما يبقاش زي واحد بيستلقط أخطاء، واحد بإيه؟ بيستلقط أخطاء، يعني اللي بيدي تقرير يقول النقط الكويسة والنقط الوحشة.